المرسلين. إننا اليوم نتواجد في هذا المكان الرحب بمحكمة الاستئناف بأكادير للاحتفاء بهامة قضائية، وقد أبلى البلاء الحسن في خدمة القضاء من عدة مواقع. وأفاق النيابة العامة على تنظيم هذا الحفل الرمزي ذي الدلالات الكبيرة. تكليفكم وتعيينكم بمهام محكمة النقد القضائي المغربي والتي لا يعين فيها إلا القضاة المميزون، لأنني لم أضم البرنامج التفصيلي إلى في هذا الصباح. في جميع الأحوال أتمنى لكم التوفيق وأهني السيد على المسؤولين الإداريين حضور وموظفي كتاب الضبط الذي يندرج في إطار تقليد قضائي راسخ في هذه المحكمة. سيد رئيس الأول المحترم، سيد نائب رئيس الأول المحترم، كان اليوم حفل تكريم على شرفي أقامه المنظمون على رأسهم السيد وكيل العام الملك للمحكمة الاستئناف بأكادير السيد الرئيس الأول، وكان هذا الحفل كثمرة مجهودات التي قمت بها برحاب هذه المحكمة المتميزة. وقد أتى انتقالي إلى محكمة النقد كمحاميا عاما، فأشكر جميع الذين ساهموا في هذا الحفل التكريمي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الصحة والعافية، وأن أقوم إن شاء الله بمجهودات أخرى إن شاء الله بعملي الجديد داخل محكمة النقد. وشكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.